مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم نعم من قناة نيمو. الفيديو تبعنا اليوم بيحكي عن تحديات الأسبوع الخامس الخاصين بسكين مياو اللي فتحوا اليوم يوم الخميس، وبيحكي كمان عن السحب اللي بيعمله إن شاء الله لأوصل 3000 مشترك. فكمل المقطع للآخر مشان تشوف شو هو السحب والجيفاوي اللي حيتم من القناة. وإذا أنت أول مرة عندك شاهد الفيديو على القناة، يا ريت تشترك، فعل زر الجرس، حط لايك للفيديو لوصل لأكبر عدد من الناس، واكتب كومنت حلو إن شاء الله مشان أنت تفوز كمان بعد التحدي. لهلا بدي أحكي شروطه، فيلا مع بعض ومشاهدة ممتعة. مثل ما بنعرف اليوم التحديات فتحت تبع التحديات الاسبوع الخامس الخاصين بالقط مياو. اول شيء خلينا نبلش بالتحديات بالترتيب. التحديات اول شيء مطلوب منك من اول تحدي انك تفتح 10 صناديق بمنطقتين ميستي وبمنطقه سيتي. كل عليك انك انت تفتح 10 صناديق اللي هن ظاهر امامكم بالصوره اللي هو الشست العادي. عليك انك انت تفتح 10 صناديق بهاي المنطقه او بهاي المنطقه، ما بياثر لو بهاي المنطقه بهاي المنطقه، عادي الاثنين بنحسبوا معك. والتحدي الثاني المعنى اللي هو بدك تقتل اشخاص عن بعد 50 متر باسلحه الاسورت اللي ظاهر امامكم بالصوره. هاي كل الاسلحه تبع الاسورت الموجوده حاليا باللعبه. كده عليك انك انت تقتل 5 اشخاص من على مسافة 50 متر او ابعد، يعني لو كان على مسافة 100 متر تنحسب لك، المهم واقل من 50 متر. هذا التحدي سهل، كده عليك انك انت بتاخد السوت وبتنزل تيم رامبل، هيك انت بتخلص التحدي بكل سهولة. هذا التحدي عليه 40000 اكس بي، والتحديات كلياتها عليها 40000 اكس بي. والتحدي الثالث معنا اللي هو بدك تستخدم سمك من السمك الموجودين بالخريطة. مثل ما شايفين الصورة، هذا السمك موجود بكل مكان بالنهر يعني او بالمي بشكل عام، بتصيده وبتاخده. كل عليك انك انت بتاخد اي سمكة من هدول السمكات بتاكلها. المهم تجمع 400 شيلد او 400 هيلث، يعني مو مشكلة دم او درع. يعني كل عليك انك انت بتاكل سمك لعدد 400 سواء شيلد او مو شيلد، عادي الهيل يعني، هيك بنحسب لك بكذا جيم، مو مشكلة بجيم واحد. تحدي سهل كتير وبسيط. والتحدي الرابع معنا اصدقائي اللي عليك انك انت تجيب دمج او ضرر 200 للاعداء باستخدام هاي الكرتونة اللي ظاهرة امامكم بالصورة. هاي الكرتونة تبع القطة المشمشية اللي انت بتتخبى فيها. ممكن تدمج واحد 100، ممكن تدمج واحد 50، مو مشكلة. انت كل اللي عليك انك انت تكون جوات الكرتونة وبتطلع، مو بتكبس ايه وبتطلع من الكرتونة، بتكبس كليك يمين بالماوس فبيطلع من الكرتونة، بيطلع نصه للشخص وبيعمل دمج وبيقوص. هيك انت بينحسب لك. كل عليك انك انت تجيب دمج 200 لهدول الاشخاص باستخدام هاي الكرتونة تبع القطة المشمشية. والتحدي الخامس اللي معنا اصدقائي اللي هو بده شوية شغل. كل عليك انك انت تبني 5 دوار او 5 طوابق يعني وتنط منها. بمجرد ما انك انت تنط منها بينحسب لك هذا التحدي. لازم تكون بمسافة عالية. ممكن تعمل هذا التحدي بخلال شغلة ظريفة اللي هي الطيارة. ممكن تركب طيارة وتنط منها وتنزل بالمي، هيك انت بينحسب لك واحد. المهم بمسافة عالية فوق الخمس دوار او 5 طوابق، يعني تبني 5 حيطان او 5 دراج واكتر وتنط منها، هيك انت بينحسب لك واحدة من 9. المطلوب منك تعمل هاي القصة 9 مثل مظاهر امامك بالفيديو، شلون عم يطلع بالدرج وينزل ينط لتحت. المهم ما انك تموت، المهم انك انت تنط من فوق وتنزل 9 مرات. تعمل هاي القصة بالجيم نفسه ما بيأثر، يعني ممكن تعمله بالتيم رامبل، تطلع على الدرج وتنزل بنفس الجيم، بينحسب لك مرة من 9 مرات. والتحدي السادس اصدقائي اللي معناه ان انت بدك تجيب دمج للهنشمن او التوابع اللي ظاهرة امامكم بالصورة. كل عليك انك انت بتروح على اي مكان فيه التابع او هذا الهانشمان، بتنزله نوك وبتقرب عليه على البيكاكس تبعك او العصا تبعك وبتضربه بالعصا تبعك 100. لازم تجيب دمج 100 هو منوك يعني، او هو مو منوك عادي، بس اسهل لك هو ونوك يعني نازل على الارض مشان ما يقوصك ويدمجك، لانه ايمون كتير فظيع هدول الهانشمان. كل عليك انك انت مثل ما قلت لك بتنزله نوك، بتقرب عليه، بتاخذ البيكاكس تبعك او العصا تبعك بتضربه فيها، بتجيبه 100 دمج، هيك انت بتكون خلصت هذا التحدي. تحدي سهل وبسيط. والتحدي السابع اللي معنا اصدقائي اللي هو بدك تزور كولر كوف وستيك شيك وكراش سايت. هدول تلات اماكن بدك تزورهم بسنجل ماتش، بماتش واحد، بشرط انك انت ما تنزل تسبح بالمي. يعني كل اللي عليك هلا انا رح انصحك هالنصيحه، مثل مظاهر امامك بالفيديو، بتروح على هاي المنطقه بتلاقي هاي الطياره، بتاخذ الطياره وبتروح بتزور تلات اماكن بالطياره. شغلتها كتير سهله، بعشر ثواني بتخلص هذا التحدي بس بدون ما تسبح بالمي. يعني لازم تكون راكب مثلا الطيارة او القارب، المهم ما تلمس المي. هذا الفيديو اللي ظاهر امامكم، اذا بتعمل مثل ما عم يعمل بهذا الفيديو، كل عليك انك انت بتاخذ الطيارة وبتروح بتلف على هدول ثلاث اماكن بماتش واحد، لازم تخلص هذا التحدي. هيك انت بتخلص التحدي سهل كتير اذا انت بتعمله بهي الطريقة، وبتاخذ الطيارة بتنزل تيم رامبل. سهل كتير يعني اذا انت عملت نفس هاي الطريقة اللي انا قلت لك عليه، بتخلصه بدون ما تلمس المي شرط، وبسنجل ماتش بماتش واحد. Every day we escape, losing all of our
التحدي الثامن اللي معنا اصدقائي اللي عليك انك انت تشوط الطابة 100 متر، يعني سكور بول 100 متر، يعني كل اللي عليك انك انت تروح على منطقة الفارم اللي هي المزرعة هاي مثل مظاهر امامكم بالفيديو، في هاي الصورة كمان اللي هاي المنطقة انت بتطلع لفوق بالهضبة عالية بتلاقي طابة، بتروح عند هاي الطابة بتفتح الحيط او بتكسر هذا السياج يعني، وبتروح بتزتها لتحت للطابة. هيك هي الطابة بتروح بتدحرج لحالها بتنزل، لازم تمشي 100 متر هاي الطابة، ما بيأثر بكذا جيم تعمله عادي، بس هو انت بتخلصه بجيم واحد سهل كتير. بتنزل بين منطقة الزهر امامك بالفيديو، بتروح عند هاي الطابة بتنزلها تحت، بتكرها يعني بتضربها لتحت برجلك، وهيك بتنزل بتكر بتروح مع نفسها، وهيك انت بتكون خلصت التحدي. هاي المنطقة احسن منطقة من المناطق الموجودة. في منطقتين تانيات اللي هن الاهم، منطقة بليزنت اللي عند الملعب بدك تنزل توقع الطابة لتحت عند الهليكوبتر كمان تنحسب لك، بس هاي المنطقة اللي زارها امامكم بالفيديو اللي هي عند المزرعة احسن منطقة لحتى تعمل فيها هذا التحدي لحالك. انت بتنزل الطابة لتحت وبتنحسب لك 100 متر كتير سهل لو انت بتنزل بين المنطقة هاي، احسن منطقة جبت لكم اياها لهذا التحدي. والتحدي التاسع اللي معنا اصدقائي اللي هو بدك تجيب 400 دمج او 400 ضرر باستخدام الميني جن اللي زارها امامكم بالصورة. هذا الميني جان بتلاقوه مع الهانشمن التوابع، بكذا تابع بتلاقي معه ميني جان من بيناتهم اللي هو بمنطقة ايجنسي تبع ميداسي اللي بنص الماب، التابع الهانشمن بيكون معه ميني جان، وبتلاقي كمان اللي هو السكن الموجود بمنطقة جروتو اللي هو البوس الكبير تبع هديك المنطقة اللي اسمه بروتوس، بتروح بتجيبه تاخد منه الميني جان، هذا دائما معه ميني جان هذا البوس الكبير، تاخد منه الميني جان وبتدمج 400 دمج للناس، هيك انت بتخلص هذا التحدي وعليه كمان 40,000 اكس بي. والتحدي الاخير اللي معنا اصدقائي اللي هي بدك تزور 3 اماكن، منطقة شربك كوف وياشت ومنطقة فلوبر بوند. هدول 3 اماكن مثل مظاهرة امامكم بالصورة، انا رح اترككم فيديو بتروح بتزور هدول 3 اماكن. هدول مو بسنجل ماتش او ماتش واحد، عادي بتقدر تعملهم كذا ماتش وباي طريقة انت بتحبها، مثلا بالمي مو بالمي، مو مثل اللي قبله. هذا التحدي سهل كتير، انا رح اترككم مع فيديو صغير بيورجيكم الاماكن وين بتقدر تزورها، وفي هاي الصورة كمان ظاهرة امامكم اذا بدك خدها احفظها عندك لو انت حابب تخليها عندك مشان بعدين تعمل تحدي لحالك بدون ما تفرج على الفيديو. ونحكي شوي عن الجيفاوي اللي انا عامله ان شاء الله على القناة لأوصل 3000 مشترك. دعمكم الاسطوري هاد بيخليني اوصل 3000 مشترك بأقل وقت، شكرا لكم كلياتكم على هذا الدعم. وان شاء الله هاي الحزمة اللي ظاهرة امامكم بالصورة اللي هي حزمة السمكة نزلت بالتسريبات ورح تنزل بالايتم شوب. كل اللي عليك انك انت تحط لايك للفيديو، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس مشان يوصلك فيديو السحب اللي انت رح تفوز فيه، واكتب له كومنت حلو على هذا الفيديو ان شاء الله، ولح اعمل السحب على هذا الفيديو. على هذا الفيديو لح اعمل السحب، ما لح اعمل على فيديو تاني، لح اعمل السحب على هذا الفيديو تبع شرة تحديات الاسبوع الخامس. بس اللي عليك انك انت مثل ما قلت لك حط لايك حط اشتراك واكتب كومنت حلو، وانا لح اختار كومنت عشوائي. ان شاء الله هاي الحزمة لح تكون لشخصين مو لشخص واحد، لح تكون لشخصين هاي الحزمة ان شاء الله، لح تكون تتراوح سعرها من $10 لـ$20 مثل ما انقال بالتسريبات، يعني حزمة جديدة وشغلة جديدة ان شاء الله رح اعملها عندي بالقناة، وهي الحزمة كتير بتستاهل، حلوة كتير يعني ظريفة. فبس هذا هو شروط الجيفاوي، كل عليك انك انت تحط لايك تحط كومنت وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، وانا رح اختار كومنت عشوائي من الكومنتات اللي رح ينكتبوا على هذا الفيديو. فبس هيك مقطعنا لليوم، شكرا اذا كملت المقطع للاخر وبرعاية الله.